هاي جايز، اليوم راح شارككم كود الجواهر الشهري. طبعا مثل ما تعودتوا كل شهر بكون في كود الأكثر من الشخص وبيعطيكم 30 جوهرة. هذا الشهر أنا عندي كودين، فراح أنشر الكود الثاني قريبا. يعني إذا ما حالفكم الحظ لحتى تفوزوا في هذا الكود، ممكن حالفكم الحظ في الكود الثاني اللي راح أنشره غالبا نهاية الأسبوع القادم. عموما جايز، في هذا الفيديو راح شارككم الكود الأول. راح أعرض عليكم أول شيء طريقة إدخال الكود، وفي نهاية الطريقة راح يظهر الكود.